بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المسألة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى آيتين الكريمتين يبين الله عز وجل ما ينبغي أن تسير عليه الأمة المسلمة في نظامها. والذين يظنون أن الإسلام لم يأتي إلا بتوجيهات يسمونها توجيهات روحية أو بشعائر تعبدية لا يعرفون الإسلام، بل لا نبالغ إذا قلنا أنهم لم يقرأوا القرآن. فإن الذي يقرأ القرآن سيجد في بين ثنايا من أوله إلى آخره أمور تتكلم عن العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها المسلم، وعن المعرفة الصحيحة التي يجب أن يعرف بها إلهه وخالقه، عن أسمائه وصفاته وعن نعمه وآلائه. وسأجد فيها كلاما عن العبادة وما أمر به من أنواع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها، وسيجد ما يبين الأخلاق الفاضلة، وسيجد كثيرا من آياته تبين ما ينبغي أن يقوم عليه المجتمع المسلم. وهؤلاء الذين يقولون أن الدين لم يأتي بذلك يتكلمون عن دين آخر غير دين الإسلام. ليس هذا من باب المجاز أن نقول أنهم يتكلمون عن دين آخر غير دين الإسلام، ولكنهم من باب الحقيقة فعلا. فإن هؤلاء القوم وإن كانوا من أبناء المسلمين إلا أنهم درسوا علومهم عن الغرب، والغرب دينه يقول أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فإذا جاء سياسته وعلماؤه في السياسة وغيرها فقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فهم صادقون فيما يقولون، فيما ينطبق على دينهم الذي يدينون به، الذي هو بطبيعته يفصل الدين عن الحياة، بل الذي هو بطبيعته في صورته التي وضعها بولس وليس في صورته التي أنزلها الله، يرى أنه لا يمر أحد إلى ملكوت السماوات إذا كان غنيا مهما كان تقيا، وأنه لا يمر إلى الملكوت إلا إذا تنازل عن أمواله، وإلا إذا انفصل عن أهله، وإلا إذا أتته أمه كما ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه أتته أمه لكي تزوره وهو عند أتباعه فقال لها اذهبي عني يا امرأة. هذه الصورة التي يقدمونها، وهم هذا هو شأنهم فيما يعتقدون، وهذا هو شأنهم فيما يدينون. ولكن الآفة الكبرى أن يأتي من ينقل هذا الكلام إلينا نحن المسلمين
وديننا يخالف تماما هذا الذي يزعمون، بل وكتابنا الذي هو المصدر الأول لهذا الدين، وهناك مصادر أخرى شارحة وموضحة على رأسها السنة، ثم هناك ثمت مصادر تكميلية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ولكن حتى ذلك المصدر الأول الذي هو موطن الإجماع من جميع المسلمين بجميع طوائفهم يبين معالم المجتمع المسلم وكيف ينبغي أن يسير عليه. وها هنا يأمر الله تبارك وتعالى الأمة جميعا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن المهم أن نشير إلى أننا نحن المسلمين قد لا نضع كثيرا من المصطلحات الغامضة، ولا نتكلم كما يتكلم غيرنا ويقولون الدولة القانونية والمجتمع والدولة والحكومة وكيف تدار هذه وكيف تدار تلك، وكثير من المصطلحات التي تضفي على كلامهم شيئا من البهرجة وتجعل القارئ له والناظر فيه يشعر بقدر من الإعجاب والاحترام أو من الهيبة من أن يخوض في هذه التفاصيل. نقول نحن علينا أن نطبق ديننا، فإذا طبقنا فنحن نثق بحكم كوننا مسلمين، نؤمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن هذا فيه الخير وفيه الصلاح للناس جميعا. ثم إذا أتينا إلى تجارب الآخرين بعدما جربوا، لا أقول جربوا عاما ولا اثنين ولا قرنا ولا اثنين، أنت الآن تتكلم عن تجربة أوروبية عمرها 30 قرنا من الزمان، 3000 عام من التجارب يجعلون فيه البشر في إيران تجارب، هذه الديمقراطية التي يتكلمون عليها عمرها الآن 3000 عام، مرت بكثير من المراحل والتقلبات والتنوعات ولم تصل إلى صورة شبه مقبولة إلا عندما احتكت بحضارة الإسلام، وإلا عندما نقلت عن الفقه السياسي عند فقهاء المسلمين. ولكن دعنا من هذه، من أكثر ما يشغل فقهاء السياسة المعاصرة وعلماء العلوم السياسية المعاصرة ما يسمونه بالعلاقة بين المجتمع والدولة. ونحن كنا ننزه منابرنا من أن نخوض في هذه التفاصيل الجزئية، ونرى أننا ينبغي أن نتعلم ديننا وأن نطبقه، وأننا عندما نفعل ذلك نثق تماما دون تعقيدات ودون فلسفات بأن هذا فيه الخير وفيه الصلاح بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لأن المخالف يزخرف كلامه فلا بد أن نشير إلى شيء من ذلك، ونقول هم يتكلمون الآن عن الدولة والمجتمع أو ما يسمونه هم بالمجتمع المدني، بمعنى أنهم بعد تجارب كثيرة كان الحكم عندهم للحاكم المفرد، هو كل شيء، هو القانون، هو واضع القانون، وهو حاكم الدولة لا يسأله أحد، ورسخت الأديان المحرفة تلك النظرية وقالوا أن الله إذ جعل الشعب يختاره فقد صار هو الله أو هو ظل الله أو هو إرادة الله، ومن اعترض عليها فقد خرج من رحمة الله، وهذا مما لم تعرفه دولة الإسلام قط. فنظام الحكم الدكتاتوري أو الديني أو المزيج بينهما لم يوجد في تاريخ أمة الإسلام، ولا حتى في أيام الانحراف والحكام الذين انحرفوا في تاريخ الإسلام، مع أننا لو قسنا هذه الأحوال بأحوالنا اليوم لقلنا يا ليت لنا يوما من أيام تلك الأيام التي نقول عنها كان فيها انحرافات، لأنه مع وجود هذه الانحرافات كنا الدولة العظمى في العالم، مع هذه الانحرافات كنا الحكم في الخلافات بين انجلترا وفرنسا، مع هذه الخلافات كانت دولتنا من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا، مع هذه الانحرافات كانت الحركة العلمية
الشرعية والدنيوية على أوجهها حتى مهدنا الطريق أمام الحضارة الغربية المعاصرة. هذا كله في الأزمنة التي نقول أنها لم تكن على الطريقة المثلى، فكيف بما إذا طبقت هذه الطريقة المثلى؟ نقول هم عاشوا في أوروبا عصور الدكتاتوريات المتسترة بستار الدين أو غيره، ثم اكتشفوا متأخرا وبعد الاحتكاك بالمسلمين ما يمكن أن يسمى دولة، وما يمكن أن يسمى حكم، وما يمكن أن يسمى، هم يسمونه الآن وكأنه اكتشاف من وضعهم، ما يسمونهم بالدولة القانونية، ويعنون به أن الحاكم ليس هو مصدر القانون، ولكن القانون يحكم الحاكم والمحكوم معا. وهذا أمر بداهي تلقائي في دين الله تبارك وتعالى، لأن تسلسل الأمور عندنا أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الخالق أرسل الرسل وأنزل الكتب وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر. فالقانون سابق على وجود الأمة وعلى وجود الدولة وعلى وجود الحاكم، لأنه من عند الله. وأما القانون الوضعي فإلى يومنا هذا، واسألوا علماء العلوم السياسية يحتارون من يضعون قبل الآخر، الدولة قبل القانون أم القانون قبل الدولة؟ ومع هذا يقولون نحن سبقناكم وعرفنا ما يسمى بالدولة القانونية. لا، حتى هذا المصطلح الذي يطلقونه لم يعرف في تاريخ البشرية إلا عندما وجدت دولة الإسلام، وقانونها هو شريعة الرحمن، وهذه الشريعة كانت سابقة على وجود الحاكم وباسمها يتولى الحاكم. إذن فهذه هي الدولة. ثم إنهم بعدما وصلوا مؤخرا منذ نحو من 3 قرون ومع ظهور الثورة الفرنسية وغيرها إلى مسمى الدولة الذي كانت تدين به دولة الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى، ولما اتبعت شرع الله عز وجل، قالوا لا، فإن أجهزة الدولة بعد فترة تصل إلى درجة من التسلط والتكبر بحيث تطغى على مصلحة المحكومين، فلا بد مع وجود الدولة أن يوجد ما يسمونه هم بمنظمات المجتمع المدني. ونحن نقول لهم هذا أيضا في دين الله قبل أن تعرفوه أنتم، لأنك متى تتبعت كتاب الله تبارك وتعالى ستجد أن الخطاب للأمة وليس للحاكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالخطاب أصلي للأمة والحاكم وكيل عنها. ومرة أخرى نستسمحكم في أن نشير إلى أن الحاكم وكيل عن الأمة، هذه نظرية سرقها الغرب وسماها بنظرية العقد الاجتماعي، وما أخذوها وكانت موجودة عندهم بصورة أيضا غير قابلة للتطبيق، ثم نقلوها من كتب السياسة الشرعية لما اطلعوا على كتب العلوم الإسلامية. ولكنهم أغفلوا تلك النقطة، لأنهم لم ينقلوا الفقه الإسلامي كاملا، لم ينقلوا أن الخطاب الشرعي موجه ابتداء إلى الأمة، وأن ما نقلوه هم من اختصاصات الإمام في الدولة الإسلامية نقلوا فقها بغير دليله. وهذه آفة يقع فيها كل من ينقل عن الفقه الإسلامي سواء من المسلمين أو من غيرهم، أن الفقه الإسلامي لا يمكن أن تعزله عن الدليل، لأن عندما تختلط عليك الأمور وتريد أن تفصل بين الاجتهاد البشري وبين الحكم الشرعي فعليك أن ترجع مرة ثانية إلى الدليل. فإذا عدنا للأدلة المكونة لواجبات الدولة الإسلامية سنجد أنها كلها تخاطب ما يسمونه هم اليوم بالمجتمع، تخاطب الأمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمة مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع مهامها، وتوكيل الإمام فيها لا ينافي أن تقوم الأمة بها.
بل إن المدارس الفقهية الأكثر أثرا في تاريخ الإسلام والمدارس التربوية الأكثر أثرا والكتاتيب التي أنشئت في بلاد المسلمين في القرن الثاني الهجري واستمرت إلى أن قضت عليها العلمانية لأنها تريد أن تحارب آخر منابع هذا الدين، كل هذه الأمور كانت نابعة من المجتمع لا من الحاكم. فالمجتمع الإسلامي مجتمع يقوم بدوره تماما سواء قام الحاكم به أم لا، ولم يحترز علماؤنا في ذلك إلا فيما فيه مفسدة عظيمة إن تم من خارج عباءة الحاكم كجر العساكر إلى الجهاد وإقامة الحدود. وأما فيما عدا ذلك فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكان يوجد من المتطوعين الذين يؤدون الأمانات أكثر مما تقيمهم الدولة، ومن المتطوعين الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما توظفهم الدولة، ومن العلماء والمدارس الشرعية في مساجد المسلمين المتطوعين أكثر مما توظفهم الدولة. وإذا كانت الدولة لها مصادرها المالية التي تنفق بها على مهامها الشرعية فإن المجتمع أو ما يسمونه أو الأمة أو ما يسمونه الآن بمنظمات المجتمع المدني في مصطلحهم هم كان لها مصادرها المالية، ليست كالحال الآن من منظمات المجتمع المدني التي تحصل على أموالها من الأعداء لكي تنشر بين المسلمين ما يهدم دينهم، ولكن كان تمويل الأنشطة داخل المجتمع من خلال الوقف الشرعي الذي كان ينفق في بلادنا مثلا على سبيل المثال على الأزهر. وكان الأزهر آنذاك قبل أن يخدعه الحكام الذين يريدون العلمانية ويقولون لا يأكل علماء الأزهر من صدقات الناس، والوقف ليس من صدقات الناس، الوقف ليست فيه يد عليا تعطي للعالم الذي يأكل من ذلك الوقف، ولكن هناك من وقفه وتركه وتتراكم الأوقاف عبر التاريخ فلا يعلم الناس منها إلا أن هذه الأوقاف وقف على الأزهر مثلا. كان وقتها العالم الأزهري من أرمق الناس وظيفة في المجتمع ومن أحسنهم ملبسا ومأكلا بما يرزقه الله من رزق حلال أوقفه عليه مسلمون يريدون لهذه المؤسسة الدينية أن تستقل، ويريدون لعلمائها أن يكونوا في عزة ورفعة وعدم حاجة للناس. فكانت هذه الأنشطة تمول مما شرعه الله تبارك وتعالى من الوقف الذي كان قديما هو الذي به تنشأ الجامعات الإسلامية وبه تنشأ المستشفيات وبه تنشأ الكتاتيب وبه يدار ما يسمونه اليوم هم بمؤسسات المجتمع المدني. التراث الذي نرثه قد لا يكون معقدا في طريقة التعبير عنه ولا مركبا في طريقة تطبيقه ولا يحتاج إلى كثير من الفذلكة والحزلقة، ولكنه في النهاية نظام عملي جربت أمم أخرى آلاف السنين حتى وصلت إلى بعض خصائصه، ثم يأتون إلينا بهذه الخصائص التي جربوها وفق مصطلحات ودراسات طويلة ثنيت فيها أجيال وأعمار ليقولوا أين أنتم من الدولة الحديثة، وأين أنتم من الدولة القانونية، وأين أنتم من الدولة التي يتضافر فيها المجتمع المدني مع أجهزة الدولة، وأين أنتم نقول دولة الإسلام وكفى. نحن نثق تماما أنها فيها كل خير، وهذا توضيح بسيط لبعض هذه الجزئيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. استصحب هذه الخاصية في كل خطاب مشابه أنه خطاب للأمة ككل. الأمة لا تنتظر حاكمها حتى يقيم شرع الله فيها أو حتى يؤدي الواجبات الشرعية، وإنما تعاونه ما أطاع الله وتوازي عمله أيضا حتى وهو يقوم بما أوجبه الله عليه.
فكيف إذا غاب أو قصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي كلامه من الفقه والدراية بأحوال الأمم وأسباب قيام الدول وانهيارها وغيرها ما تتقاصر عنه أفهام هؤلاء الذين يدرسون تلك العلوم السياسية في بلاد الغرب. يقول رحمه الله: خاطب الله الأمة بالحدود والحقوق خطابا عاما فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال: والزانية والزاني فاجلدوا، وقال: ولتكن منكم أمة، إلى آخر هذا من أنواع الخطاب التي خاطب الله بها الأمة. ولكن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عنه، والقدرة في تمامها هي السلطان، ولذا قيل أن أول المخاطبين بذلك هو السلطان ونوابه. وأما إذا غاب الإمام أو قصر فيبقى الأمر على ما هو عليه من أن الخطاب به موجها أصلا إلى الأمة. هذا الكلام لا ندعيه اليوم لكي نساير به هؤلاء، ولكنه كلام مرقوم في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من 7 قرون، من أراد أن يرجع إليها فليرجع، وهو قبل هذا موجود في كتاب الله، وإنما هو فقط عبر عما هو موجود في كتاب الله مما نقرأه نحن ونتدبره فنجده صحيحا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا التنبيه على أن الخطاب عام للأمة في هذه الآية وفي غيرها تلخص ما ينبغي أن يصير عليه الحكم في بلاد الإسلام من أن أداء الأمانة والأمانة عام وأشمل بكثير مما يتصوره كثير من الناس من أنه يؤدي الشيء الضائع إلى صاحبه، فإن أعظم الأمانات هي توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فأعظم الأمانات توحيد الله تبارك وتعالى، ومن الأمانات بعدها تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ومن الأمانات بعدها أن يولى القوي الأمين في كل أنواع الولايات، وأن يكون الحكم بين الناس بالعدل. وهذه هي أعلى المثل التي لا يكاد يختلف عليها 2 من أهل الأرض. وإذا تكلمت مع الليبرالي أو مع اليساري أو مع غيره وجدته يدندن حول أنواع من المصطلحات: العدل، المساواة، الحرية وغيرها من المصطلحات. ولكن اليساري يرى أنه لكي يحقق المساواة لابد أن يقيد حرية الناس في تصرفاتهم الاقتصادية، والليبرالي يرى أنه لكي يحقق الحرية ويطلق يد الناس فيما يتصرفون لا مانع أن يتغاضى عن عدم تحقيق المساواة، ولا بأس في أن ينقلب المجتمع إلى مجتمع إلى أن يكون بعض فئاته شديدة الثراء ليس عليها التزامات حقيقية تجاه غيرها، وأن يكون غيرها شديد الفقر وشديد الشقاء. فهكذا يتحاورون في عدد محدود من المعاني السامية التي تدل الفطرة عليها، ولكن الإنسان بطبعه ظلوم جهول، يجهل الكون من حوله بل ويجهل الكثير عن معاني نفسه، فيأتي هذا فيغلو جدا في جانب المساواة حتى يتعدى على حرية الآخرين، ثم تزول المساواة بعد ذلك لتتحول إلى ديكتاتورية الطبقة التي آمنت بما آمن به وطحن من عداها، ويأتي الآخر فيعظم في مفهوم الحرية ويعد الناس جميعا أنهم سوف يعيشون في رغد ولا يقيد حريتهم أحد، حتى تنقلب تلك الحرية إلى سيطرة فئة محدودة على الاقتصاد والإعلام، ويجعلون الناس عبيدا لشهواتهم، عبيدا لما يبثونه لهم عبر هذه الآلات الإعلامية والاقتصادية، ويتحول الأمر مرة أخرى إلى ديكتاتورية طبقة على حساب طبقة أخرى، ولا عاصم ولا منجي للخلق إلا أن يبقى
دائما هناك سلطة عليا مطلقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. نحن نقول لهم إن كنتم تنشدون عدلا أو مساواة أو حرية وأنتم تتفقون أنه لا بد للحرية من شيء من القيود وإلا انقلبت إلى فوضى، وأن لا بد في المساواة من اعتراف بفروق فردية بين الناس فيما رزقهم الله، وإلا تعصرت المعايش، وإلا لما رزق الله الناس بعضهم من بعض، وأنتم تتفقون على معان ترومون شيئا ولا تعرفون السبيل إليه، فهل عدتم إلى خالقكم؟ وهل عدتم إلى من يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نقول لكم العدل التام في شرع الله تبارك وتعالى يعطي كل أحد حريته بما لا يهدم باقي المنظومة القيمية للمجتمع، ويساوي بين الناس في الواجبات والحقوق الأساسية دون أن يلغي ما قدره من التفاوت بينهم في أنواع العطايا، ثم يفرض أنواعا من التعاون والتآزر والتكافل بينهم وبين بعضهم البعض. تلك القيم العليا ربما تجدها ثابتة في كل فكرة، ولكن الفرق هو بين قيمة عليا يدعو إليها الخالق ويبين الطريق المؤدي إليها، وبين قيمة يدركها البشر بفطرته ثم يبحث عنها فلا يجدها فيذهب يمينا فلا يجدها ويذهب يسارا فلا يجدها، ويكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ويكون كمثل الحمار حمل أسفارا، يكون يبعد عن كمن يقف في مفترق طرق ومعه الدليل الذي يؤدي إلى الطريق الصحيح ولكن لا يفتحه، وإذا فتحه لا يقرأه، وإذا قرأه لم يعمل بما فيه، ويصر على أن يجرب، والتجارب كثيرة ومريرة وطويلة تفنى فيها أجيال بعد أجيال، وتمزق فيها البشرية وتعذب، ويبقى دائما العدل والحرية والمساواة وأداء الأمانة على وجهها أن نعيش بشرا مكرما، هو في أن نتبع شرع الله تبارك وتعالى، فإن الله نعم ما يعظنا به، نعم ما وعظنا الله به شرعه المتين المنزل من عنده على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يليق بعاقل. وقد رأى هذا الاضطراب وهذه التجارب أقول عبر آلاف السنين، والتجارب لا تتوقف، لماذا نظل نجعل من أنفسنا فئران تجارب وعندما ونحن نزعم أننا نؤمن بهذا الشرع الذي وصفه الله عز وجل بأنه نعم الموعظة ونعم الشرع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هكذا خاطب الله عز وجل الأمة بالقيم العليا التي ينبغي أن تستصحبها عندما تقيم مجتمعها، ثم بين أن شرعه هو الذي يحقق هذه القيم، وأن الله تبارك وتعالى يعظ الخلق بأفضل المواعظ التي تنفعهم في دينهم ودنياهم، ثم إنهم متى طبقوا شرعه استفادوا من ذلك أعظم استفادة من جانب آخر، وهو أن كل النظم الوضعية تحتاج إلى قوة قانونية كبيرة وسلطة تنفيذية قوية لكي تجبر الناس أن يلتزموا بما تشرعه لهم،
وأما شرع الله تبارك وتعالى فإنما يعتمد على ثلاثة أمور، آخرها وأضعافها وأقلها هو القوة التنفيذية القهرية التي تجبر الناس على ذلك. فأما الأول فهو ما أشار الله تبارك وتعالى أنه سميع بصير عليم، ينبغي على العباد أن يراقبوه في أفعالهم. فعندما تطبق الشريعة الإلهية فالوازع الإيماني هو الرقيب الأول على الناس. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الأمرين قارن بين الزكاة التي لا يجمعها اليوم أحد ولا يجبر أحد على دفعها. كيف تدفع اختيارا ربما لمساجد أو جمعيات ليست لها أي سلطة، بل وربما ليست لها قدرة كبيرة على توزيعها، ولكن الناس يذهبون إلى من يجدونه يعينهم على إخراج الزكاة. وانظر إلى الضرائب وكيف تنشأ المؤسسات وينفق قسط كبير من الضرائب التي تدفع على هيئات مكافحة التهرب من الضرائب، لأن الناس يتهربون، ولأن القانون لا يمكن أن يوجد للناس دافع ذاتي في الالتزام منه إلا ما نظر. فإذا الالتزام الخوف من الله عز وجل في الآخرة والخوف من العقوبة المعجلة في الدنيا، هذا النوع الثاني من العقوبات. عندما يطبق الشريعة سوف تستفيد من هذين النوعين، لن يكلفك هذا إلا أن تكون الآلة الإعلامية تذكر الناس اتق الله وطبق شرع الله وطبق قانونه، وإلا انتظرك عقاب في الآخرة وربما عجل لك عقاب في الدنيا، وآخر ذلك العقاب الذي توقعه السلطة الحاكمة على من يخالف القانون، ولا يوجد في القوانين الوضعية إلا هذا النوع الأخير. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات رأت أن شرب الخمر مضر بالاقتصاد الأمريكي لما يتسبب فيه من حوادث السيارات ولما يتسبب فيه من إهدار أوقات العمل، وأرادوا أن يعدلوا عن القاعدة الليبرالية القائلة أنت حر ما لم تضر إلى القاعدة الشرعية التي تقول أنت حر ما لم تخالف شرع الله على الأقل في هذه الجزئية، وأرادوا أن يحرموا الخمر. واستمرت مجهوداتهم نحو من 30 سنة يحاولون تجريم الخمر قانونا ففشلوا، فاضطروا مرة أخرى إلى السماح بها بشرط أن لا يصل إلى السكر البين في الطريق العام، وربما أشرنا إلى خطورة هذا في مواطن أخرى سابقة. بيّن الله تبارك وتعالى القيم التي ينبغي أن تقوم عليها دولة الإسلام، ثم بيّن أنه وإن كان المصدر الرئيسي لهذه الدولة مستمد من شرع الله تبارك وتعالى، إلا أنه لا بد وأن يوجد أيضا ولاة أمر، لأن الأمور لا تتم على صورتها التامة وعلى أفضل وجوهها إلا متى رتبت بترتيب ما. ولذلك قال الله عز وجل بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والذين يتكلمون عن دولة المؤسسات، وأريد أن أكرر دائما، يأتوننا بمصطلحات أجهدوا أنفسهم في الوصول إلى معانيها، ونحن نقدر لهم تعبهم، ولكن نقول أنهم كما يقولونهم في أمثلتهم كمن يعيد اختراع العجلة، هم يريدون أن يخترعوا أشياء موجودة أعرضوا عنها. لا نضطر نحن إلى أن نشكر لهم هذا التعب الذي ضيعوه في غير وضعه، أتعبوا أنفسهم إلى أن وصلوا إلى ما يسمونه اليوم بدولة المؤسسات. ثم يقولون أنتم تريدون أن تطبقوا دولة الإسلام وهي ليست دولة قانونية، وقد أجبنا على هذا وبينا أنه لا يوجد في التاريخ دولة قانونية بالمصطلح الذي يقولون إلا دولة الإسلام، هي دولة لا تعرف منظمات المجتمع المدني، وبينا أن العكس تماما، يقولون هي دولة لا تعرف المؤسسات. ونحن نقول لهم في القرآن الكريم من أوله إلى آخره ستجد تعبير أولي الأمر بالجمع وليس بالمفرد،
وهذا يدل على أن الإسلام لا يعترف بولي أمر منفرد بالسلطة. يقولون لعلكم الآن تعيدون تفسير النصوص لكي تتوافق مع نظريات السياسية الحديثة. نقول لا، ارجع إلى كتب تفسير السلف لتجد أنهم يقولون أولي الأمر هم الحكام الذين يأسسون الناس بكتاب الله، والعلماء الذين يهدونهم بشرع الله. وارجع إلى التاريخ القريب لتجد أن هيئة علماء الأزهر هي التي عزلت خورشيد باشا وعينت مكانه محمد علي باشا. وللأسف، ولأن كل حاكم يريد أن يقوض السلطة التي وصلت به إلى السلطة، فكان محمد علي هو الذي هدم السلطة، سلطة العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراقبة على تنفيذ شرع الله تبارك وتعالى، وأحل محلها النظام العلماني. كيف يقولون أنه لم تكن هناك دولة مؤسسات، وكانت هناك مؤسسة اجتمعت وعزلت حاكما ووضعت حاكما آخر مكانه؟ ومن الملاحظ أنهم لم يضعوا عالما أزهريا مكانه، وأنما وضعوا قائدا للجندي، وكان محمد علي أحد قادة الجند. وهذا حتى يكف الكذابون عن اجترار كذبة أن تطبيق الشريعة يساوي أن يحكم الشيوخ كل شيء في الحياة. لا، لأن إنما ينبغي أن يوضع في كل أحد القوي الأمين، ولكل مكان بحسبه. وإذا كان العلماء يطبقون شرع الله تبارك وتعالى في انطباق أوصافي على كل أحد، فإنهم كانوا يرون أن القائد لا سيما في زمان قتال لابد أن يكون خبيرا بأوضاع القتال، فوضعوا ذلك الرجل. ولكن للأسف غدر، أو أنهم أخطأوا الاختيار فلم ينظروا إلى باقي ما ينبغي أن يتصف به من العلم بدين الله تبارك وتعالى من حيث الجملة ومن تقوى الله عز وجل. وعلى أي كان هذا هو ما قدره الله سبحانه وتعالى. إذن يؤمر المؤمنون بعدما يبين القرآن لهم معالم دولة الإسلام أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول. وانظر أيضا إلى تلك اللفتة. يا أيها، نزلت الرتبة، رتبة أولي الأمر، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى. فمع نزول الرتبة نزل التعبير اللغوي، ولم تكرر معه لفظ أطيعوا، فكرر أطيعوا مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله، ولم تكرر مع أولي الأمر. ثم جاء التأكيد الصريح بعد هذه اللفتة إلى التصريح التام التي ينبغي أن يعيها المسلمون، أن عندهم في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم شرع كامل، هو شرع العدل، هو شرع وضع الأمور في نصابها، وهو شرع تولية الأمانات لأصحابها، والشرع الذي يحقق العدالة والحرية والمساواة دون أن يجر معنى من هذه المعاني على المعنى الآخر، ودون أن يجر أحد هذه المعاني على آدمية الإنسان وعلى إنسانيته، ودون أن يجر معنى من هذه المعاني على عبودية الإنسان لله عز وجل، فيقلب نفسه ندا لله عز وجل أو عبدا لأهوائه وشهواته. كل هذه المعاني وهذه الضوابط يجرب فيها البشر، فيصلون إلى شيء من الحق طارة، ويجورون أضعاف هذا العدل طارة أخرى. ولا عصمة إلا أن نرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نثق بلا فزلكات ولا فلسفات بأن حكم الله عز وجل أحسن وأتم وأشمل، وأن كل ما يروجون به للمناهج الأرضية من أنواع الزخارف القولية إن كان فيها من خير فعند التدبر ستجده في شرع الله تبارك وتعالى بصورة أتم وأشمل وأعدل، وما كان فيه من باطل فحسبه أنه باطل يجعل العبد يتمرد على مولاه ويخرج عن حدود تكريم الله عز وجل له كإنسان مكرم إلى عبد شهواني حيواني لا يهمه
أن يأتي شهوته في حلال أو في حرام، في طهارة ونزاهة أم في قذارة وخسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لنا حق حقا نزقنا اتباعه، اللهم لنا الحق حقا نزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا نزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم نتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.